التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة مع معالي السيد منباي محمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جزر القمر الشقيقة وذلك على هامش اجتماع الدورة الثانية والستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء به إلى مستويات اشمل بما يخدم مصالح البلدين ويحقق النفع والخير للشعبين كما تم تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الاوضاع الاقليميه والدوليه والحرب على قطاع غزه وسبل تخفيف معاناه السكان المدنيين